رمضان كريم. حكايتنا فيها عبرة مهمة كتير وجديرة متوقف عندها بينكم وبين حالكم. تتذكروا شو هي العبارة اللي بتقولوها لحالكم لما تحسوا بضيق، لما تحسوا إنه همكم كبير وما بيخلص، لما تحسوا إنه ما في شي ماشي حال، كله معقد والضوء بآخر هالنفق بيضل بعيد كتير وما بيبين. فكروا لكنت بهالوقت خبرتكم هالحكاية. راح أخذكم اليوم على مملكة الحكم يلي كان فيها ملك بيستشير الحكماء بمملكته قبل ما ياخذ أي قرار. وبأحد الأيام ومثل العادي الملك بيجمع هالحكماء اللي تعود ياخذ مشورته، بس هالمرة كان واضح عليه إنه كان في أمر شاغل له باله وفكره. يعني على ما يبدو قصة كبيرة ما كان عباله يبوح فيها. وبعد ما وصلوا كل الحكماء على القصر طلب الملك من كم حكيم إنه يكتب عبارة، واللي بتعجبه من هالعبارات رح يحطها فوق عرشه، بس شروطه كانت صارمة شوي. فحتى يتم اختيار هالحكمة لازم العبارة تكون بليغة وقع قوي على الشعب، ملهم بتساعد الملك بوقت الشدة على الصمود بوجه الشدائد والصعاب، بتصبره على هموم وبتحفزه بشكل إيجابي، وبتعطيه نفحة من السعادة والتفاؤل والأمل. مش بس هيك، لازم كل مرة بيقراها يتذكر إنه لازم يحكم بالعدل بين أهالي مملكته. فعلا الشروط كتيرة والامتحان صعب، بس الحكمة أبسط مما بتتخيل. بكير بعد تخبركم شو هي الحكمة. المهم احتار حكماء مملكة الحكم شي بيقرأ بهالكتب تيستوحي، شي بيفتش بمراجع قديمة ومنن بينبشوا بتاريخ المملكة. سهروا وتعبوا وفكروا انه شو بدها تكون هالعبارة يلي رح تحمل كل هالمعاني. كيف معقول لاقي حكمة تتناسب مع كل هالظروف؟ بتقوي الملك بوقت الشدة وبتعطيه دفع إيجابي تيضل عنده أمل ببكرة أفضل. ملك عطى الحكماء وقتهم، وهالمرة ما حدد مهلة معينة لتسليم شو انطلب منه. بعد فترة صاروا يتوافدوا صوب، وكل حكيم كاتب أكثر من عبارة، بس ولا وحدة عجبت الملك. مع أنه حكم بليغة ومعبرة جدا، بس لا مش هيدا المطلوب. لعند ما دخل أحد الحكماء على القصر حامل يافطة وحدة بإيده ما في غيره، كتب عليها: كل هذا حتماً سيمر. لفت هالشي انتباه الملك، فهل عبارة وبالرغم من بساطتها كانت معبرة ومستوفية للشروط يلي حطها مع بداية الامتحان؟ قرب الملك صوب هالرجل الحكيم، ومن دون ما يسأل أي سؤال جاوبوا الحكيم: الدنيا ما رح تبقى على حالة يا جلالة الملك، ويلي مفكر انه هو عايش بأمان وانه القدر
ما راح يلعب معه راح يخيب ظنه وراح يخسر، لأنه الزمن متقلب مش ثابت. يلي مأكدين منه إنه الأيام سعيدة جاية، ولكن حتما ستمر، حتى أيام الشدة والحزن والمصاعب كمان جاي، بس رح تمر وتنتهي. يا جلالة الملك رح تعيش أيام ما تذوق فيها إلا طعم النصر، وما تسمع خلالها إلا تهليل الشعب، وكمان هاللحظات السعيدة رح تقطع وتمر. وكمان رح عيونك يلي بكت دموع فرح بوقتها هي ذاتها رح تبكي دموع حزن، وما رح تذوق طعم النوم بعد ما خسرت وانهزمت وانكسرت. بس عادي، هودي كمان رح يقطع. لهيك يا جلالة الملك لازم نضل مذكرين إنه دوام الحال من المحال، ما في شي بدوم لا الفرحة ولا الحزن، كل هذا حتما سيمر. كل هذا حتما سيمر، وهيدي هي العبارة يلي رفعت فوق عرش الملك بمملكة الحكم، ومش بس بالقصر إنما بكل شارع من شوارع هالمملكة. ونحن لازم نرفعها ونوضعها أمام عيوننا، ما نوقف عند المصيبة لما توقع، ما ننغر بالسعادة، نحسب حساب غدر الدنيا والأيام والأصحاب قبل الأعداء، ما ننغر بالنجاح لأنه لو دامت لغيرك ما وصلت لك، ولا نتكرسح مع كل هزيمة. وتذكروا ما في شي دايم غير ربنا بهالحياة وبهالوجود. Thank you.